ماشي هو هذا كاتالوني للنخاع. لا لاعب مدريدي. حمله فالنسيا. لا ابد. اتلتيكو بالباب. لا بأس. يعني برنامج سيرك بالعراقي عرضنا موسمين استمر لمدة سنتين وكان يتناول أساسا قضايا اجتماعية وموضوع المرأة واضطهاد المرأة، ناقشنا الطفل، ناقشنا التربية، ناقشنا التعليم، ناقشنا كل الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى تهميش، يعني أكو طبقات مهمشة أو أكو التفاتات يعني نسلط عليها الضوء. هو كان يعرض on Facebook يعني بس كان بس منصة الفيسبوك. موت الساعة. تفضل عيوني وين توصل؟ للعزيزية بخمسمائة دينار ترحين؟ انت تحكي كل عقلك؟ هذا السعر مو منطقي. لعد هو منطقي برأيك تشتغل زائغ تاكسي. وشنو اللي مو منطقي بالموضوع؟ انت مكانك البيت مو شارع. طقع انت شبنشر شلون؟ ها؟ عبالك البنشر سيل مثل البرغل. ومن اقول لك انا اعرف بس اسوي البرغل. البنشر هم ما اعرف اسوي. راح تحمي علي يا سيدي اطول خلق يا تقول لي حتى محرك اجفت. هم ما اعرف اسوي المحرك. تصعد لولا؟ لا ايش بيا مريض روحي اصعد وياك. ليش؟ لاني المريه نص عقل، يعني انت نص سايقه. انت هم يعني نص ردن ومتخلف وغبي، ابقى بالشمس. نص ردن وغبي ومتخلف، احسن ما اخلي مرتي تطلع تشتغل بالشارع. فكره السوشيال ميديا هي المسيطره يعني اكثر من التلفزيون. وهذا مو خطأ أنه إذا أنت تروح لشريحة معينة يعني ما تنتظر أنه لازم أنه أنا عرض التلفزيون يشوفون، لا أنت يعني اخترق هذا العالم وبدي أسس منصة خاصة بيك وأطرح أفكارك اللي أنت تريد تطرحها. يعني عكس المسرح، المسرح مثلا أنه أنت تنتظر يجوك مثلا 100 200 باليوم، بس بالسوشيال ميديا لا ممكن يشوفوك ملايين. اما مشروع مسيل للدموع فهذا مشروع ثاني مختلف تماما. احنا نروح للطاقات هالمره، انه نروح للمحافظات، كل محافظات العراق بدون استثناء. المرحله الاولى كان يقودها صديقي الرائع احمد وحيد، راح للموصل للانبار وصلاح الدين والنجف والبصره، كل المحافظات سوى بها وركشوب. بالعراق قد ما اكو ضيم وقهر اكو بجد ضحك يمكن 10 مرات، لذلك قررنا نسوي مسابقه نضحك لكن نحكي بيها عن هموم. المرحلة الثانية هذه يعني زامنت ويا الحظر ويا الظرف الصحي، فقررنا انه نسوي اونلاين. الاونلاين دا اشتغل عليها صار فترة، انه انا اعطي محاضرات اونلاين ويا الشباب، نسوي الناس نعدل الفكرة ما اعرف ايش، وبعدين يدزون هم يصنعون الفيديو يدزوه احنا نعرضه بيج مسيل للدموع. شباب يعني اكو فرق بين انه احنا نتقصد نسوي كوميديا او اكو فرق انه احنا شلون نسوي، يعني هو موضوع جاد بس نحاول نسوي كوميديا. يعني لا تتقصد انه انت تريد الضحك، لا انه انت كلش جاد ورسمي بس انه انت تحكي بطريقه مختلفه. المرحله الثالثه راح تكون انه هو عمل مسرحي يجمع كل شباب محافظات العراق، ونبدأ نشتغل وياهم عمل مسرحي جماهيري يكون متنقل، يتنقل بكل محافظات العراق. والله لو صدام حسين موجود كان ما حد فك حلقه بيكم يا عارات. كذب سيز موجود قاعد شنو تضغط عليني؟ علي من العارات ولك هاي ما عليكم، قاعد ارد على ذول اللي يحكون على صدام حسين زعيم. لك باب العراق كم زعيم واحد، عبد الكريم واحد، عبد الكريم قاسم الف رحمه على روحه. الله ياخذ روحك. تريد تعلم الولد على سوالف الغلط؟ عبد الكريم قاسم زعيم؟ نسيت سوى عبد الكريم قاسم بالملوك؟ مسح عليهم من صغيرهم لكبيرهم؟ زين يابا تملحق على زمن عبد الكريم قاسم؟ لا بس يعني يحكوا لي عنه يقولوا لي هو يعني الله يرحمه، بس شوف جدك بابا تملحق على زمن الملوك؟ لا بس حاكي لي عليهم ويقولون عليهم خوش ناس. وانت جدو شو معرفك بصدام حسين؟ بس يعني شلون عنا اقوال وبالانستغرام والفيسبوك وهيب.